تنتمي الى مؤسسه صحفيه؟ تسمح لي انت في لا شنو ما ننتميش الى مؤسسه صحفيه. وين تنتمي؟ لشكون تنتمي؟ ننتمي لحتى حد. لا ما كيفاش عملنا انترفيو جو في دو جورناليزم سيتويان. سيتويان ما انا نكلمك انا ها عالج روحك على خاطر اساس الخراب ها ها بنيه من الصحافه لان الصحافه لعبت دورا تحريضيا في منتهى الخطوره. احنا هنا نحبوا يتنحى جوست. لا انت تتكلم على اتهامات تم بيا اول حاجه من بيته بالزجاج لا يضرب الناس بالحجر. نحن كنا متعاطفين مع الصحافه وكنا نسوي وان الصحافه المكبوته هذه ستنفجر. انا راني مانيش من الصحافه راني فقط كنا انا جوست نحب نعرف اللي نحب تعرف اذا كنت نحب نفهم اللي نحب تعرف الناس كلها تفهم نحب نفهم حاجه. نحن اذا كنا متعاطفين مع الصحافه وكنا نتمناو الكبت الصحفي سينفجر عنه ابداعات صحفيه ومواعد مستديره تستقطب المشاهد. ما رانا الا واي صحفي ضعيف لا يمتلك فهمتني من الثقافة الصحفية إلا النظر القليل يعمل رجل أمن كسماعة تمفية ليعلق عنه العجز الصحفي بتاعه. الكلها تكلمت الجمعيات والمنظمات الحقوقية والأحزاب اللي تنشد فهمتني لافوت متاع الشعب الكل عملت رجل الأمن شماعة يعلقون عنهم عجزهم المقيت. بصراحة أنا أطلب أعطى الصحفيين في تونس في مناظرة تلفزيون اسمي نجيب العسكر اطلب اعطى الصحفيين في مناظره تلفزيون والله ما كور بيه نعطيه درس في الصحافه كيف تكون تنظيم. اللي حب يبدع نجم يبدع يبدعش على الخراب. انت كصحفي يلزمك تخدم. تمشي واحد جاب برنامج شنو هو باش نعملوا للبلاد هذه خراب. تمشي واحد جاب برنامج يستقرا فيه الواقع المستقبلي كيفاش نقضوا